عسلامة الناس الكل، عسلامة بفرسنا الشجعان الصغار اللي معاملين عليهم بالقديه بالقديه باش يعاونونا نقضيو على الوحش كورونا. كورونا الوحش الصغير اللي ما يتراش بالعين واللي نجم يلصق في اي حاجه في دينا واي حاجه نسوها. كنت تفكروا المره الاخرى قلت لكم كان انتم الصغار تحبوا تكونوا الفرسان الشجعان اللي يحميونا ويحميو رواحهم من الوحش الشرير كورونا، عندكم سبع حاجات لازمكم تعملوه. تتفكروا شنو هما سبع حاجات؟ لا اول حاجه تغسلوا ايديكم برشا مرات بالماء والصابون. ثاني حاجه كي تكحوا ولا تعطسوا تستعملوا بابيي. ثالث حاجه ما تسلموا لحد. رابع حاجه تقعدوا في الدار وما تخرجوش. خامس حاجه تعاونوا في تنظيف الدار. سادس حاجه تفكروا بابا وماما كي يروحوا يغسلوا اطرافهم. سابع حاجه كيف فما بابي ولا مامي في الدار تبعدوا عليه. فيما يخص المهمه نمرو 4 اللي هي نقعدوا في الدار وما نخرجوش، حاب نقول لكم حاجه، الاطفال والكبار في العالم الكل توا قاعدين في الدار كيفكم ومش قاعدين يخرجوا. العالم الكل قاعد يعمل توا في الحجر الصحي. اما لا انتم تعرفوا معناها شنو حجر صحي؟ لا نقول الحجر الصحي هو تقريبا نفس اللي صار للبرنسيس ريبونز ولا كما تعرفوها باسم ريبونزل، الاميره اللي قاعده في القلعه نتاعها وما تخرج وساعات امها تمشي للسوق تجيب ماكله وترجع. هكاك انتم توا امراء واميرات قاعدين في الدار وساعات بابا ولا ماما يمشي وياخذوا الماكله ويروحوا يقعدوا بحذاكم في الحجر الصحي. المهمه نتاعكم انتم الصغار في الحجر الصحي انكم كل ما تشوفوا انسان خارج من الدار تفكروه يحمي روحه بالكدا، ما يبطاش يشري اللي يحب عليه ويروح طول، على خاطر مش صغار بركة في الحجر الصحي الكبار زاده. نعرف اللي انتم صغار حتى يمكن كنتوا فرسان شجعان تفلتوا كي تقعدوا برشا في الدار، اما يظهر فيكم نسيتوا حاجه مهمه ياسر، راهو ان شاء الله على قريب ترجعوا تقراوا في المكتب. هذاك علاش نحبكم تخرجوا تراجعوا القرايه اللي قريتوها قبل، كان عندكم دروس تعملوها في الحجر الصحي. لازمنا الكلنا نعملوا حاجات مفيده، وانتم بالذات نحبكم تسمعوا كلام بابا وماما وما تتعبوهمش. وتوا نقول لكم باي باي، نتلاقاو المره الجايه، قطعوا عقلي.